هل ورد شيء عن يوم محدد لتقليم الأظفار؟ لا، ما هناك يوم تقلم الأظفار فيه، يوم الاثنين أو الثلاثاء، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يلفت النظر إليه أن بعض الفتيات حتى توغل هذا في كثير من الصالحات، يطلقن الأظافر، يطلقن الأظافر، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أدري كيف تكون مستقيمة وصالحة وتلبس الجلباب والنقاب وتلبس الملحفة وأظافرها طويلة كأظافر شيء ما، كأظافر شيء ما، خلاف الفطرة. تقليم الأظفار من السنة.